اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وقبل كل شيء نبداو الفيديو ديالنا بصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خوات، اليوم غادي نديروا واحد الكيكه. غادي نبداو اول شيء بالكريمه اللي غادي نزينوا بها. عندي هنايا ربعه ديال الحليب، عندي بيضه، عندي واحد المعلقه كبيره ديال النشا، ويمكن لكم تعوضوها بالطحين، ولكن بالنشا كتجي زوينه، يعني بالمايزينا. عندي هنا واحد الحامضه محكوكه، عندي واحد الفاني، عندي واحد جوج معالق ديال السنيده، يعني السكر على حسب الذوق، اللي كيبغي الحلاوي يقدر يزيد. وعندي معلقه واحد ديال الزبده. اول شيء غادي نبداو به، غادي نخلطوا المقادير كامله. غادي نديروا السكر، نديرو الفاني، نزيدو القشرة ديال الحامض محكوكة، نزيدو هاد المعلقة ديال النشا. غادي نخلطو هاد المقادير كاملة. غادي نديروها فوق البوطة مع التحراك حتى تعقد ونكملو. بعد ما وجدت الكريمة، دابا غادي نزيدو هاديك المعلقة ديال الزبدة، نخلطو مزيان حتى تذوب هاديك الزبدة. غادي نغطيوها ونخليوها تبرد وندوزو باش نوجدو الكيكة ديالنا. بالنسبة للكيكة ديالنا، عندنا هنايا ربعة ديال البيضات، عندنا كاس حليب، كاس زيت، وكاس سكر سنيدة، عندنا هنا واحد الفاني، عندنا جوج خمارات من فئة 8 غرام للوحدة، عندنا زلافة ديال الفارينة ولا الطحين الأبيض تقريبا شي رابعة، وعندنا هنايا قشرة ديال الحامض، الليمون الحامض مبشورة. غادي ناخدو المولينكس ديالنا نديرو فيه البيض، غادي نزيدو سكر سنيدة، غنزيدو الحليب ولا نعوضوه بالياغورت الطبيعي، نضيفو الزيت، برش الحامض، نزيدو هاديك الخنيشة. حطنا هاديك الخليط ديالنا كامل في مولينيكس. دابا غادي نخويو هاد الخليط هنايا في هاد الإناء، وغادي نبقاو نضيفو عليه الطحين، نخلطو مزيان، غنضيفو جوج خمارات، يعني المجموع هي 16 غرام، أنا هنا غادي عاد نزيد الطحين حيت جاني خفيف في الخليط. انا غادي نزيد هنايا واحد نص كاس ديال الفرينه، كاس عندي البيض، شويه الخليط شويه، صافي. غادي نخوي الخليط ديالي في الطاوه ديال الفرن، غادي نخويو دابا الخليط ديالنا في الطاوة ديال الفرن. ونرجعو باش نزينو الكيكة ديالنا. لما درنا الكريمه ديالنا هنا في هذه البلاستيكه ودرت فيها هذا القمح، غادي نزينو
ما وزعنا هذيك الكريمة على الوجه ديال الكيكة ديالنا، دابا غادي ندخلوها الفرن مسخن على درجة 160 درجة، كنخليوها حتى طيب مزيان ونتحمر مزيان ونتلاقاو بعد ما نشوفوها في طبق التقديم. هيا الكيكة ديالنا بعد ما خرجت من الفران كنخليوها حتى تبرد ونزينوه. غادي ندهنوا الكيكة ديالنا بالمربى ولا بالكونفيتير، يمكن لكم تخليوها اي هكا عادية، هي كتزينوها كتعطي منظر تاني. انا هي عاد حاميه وحيدتها من الطاوه، من الاحسن خليوها حتى تبرد على خاطرها وهي في الطاوه باش هذيك الكريمه تبقى شاده. ف انا محيت قلبتها حيدتها وهي باقيه سخونه الكريمه بحال اللي هبطات. غادي نزين بشويه ديال الكاوكاو او الفول السوداني، أو الكوكا أو اللي عندكم. الكيكة ديالنا بعد ما وجدات كتجي معلكة من الداخل، نتمنى أنها تعجبكم وتوجدوها لوليداتكم وتردوا عليا الخبر.